اسمها جاء اكتر من مره واتكلمنا عنها اكتر من مره هنا في هذا المكان، لكن اخر مره ذكر اسمها ذكر على لسان ام زبيده البنت بتاعت البي بي سي. وقالت اللي هي الست اللي هي ام زبيده قالت، وكانت بتكلم على بتكلم ترامب، يعني تخيل واحده فلاحه او صعيديه مصريه بسيطه زي امهاتنا يعني، موجودة وتكلم على التلفزيون وبتقول أنا أناشد ترامب أنه يتدخل في مصر لإنقاذ بنتي زبيدة زي ما أنقذ آية حجازي. والنبي تخيلوا، يعني تخيلوا واحدة مكلومة وعندها تقول آية حجازي وترامب ويتدخل. طبعا مفهوم مين اللي قال لها قولي كده. عفوا، مين اللي قال لأم زبيدة تقول هذا الكلام وتبدأ تقول تعالى ترامب وآية حجازي؟ مفهوم. وطبعا النائب العام وفي قرار صدر به حبسها 15 يوم، لانه مش عايزين، يعني في ناس بتسوق الهبل، في ناس بتسوق العبط، هو ده من هذا القبيل. لكن بصرف النظر طالما الموضوع امام القضاء فلن